السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم معاك كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا بينيه اللي كيجي ناجح 100%، ما فيهش الحليب وما فيهش الزبده، ولكن راه كيجي رطب وخاوي من الداخل وما كيحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه. ما نطولش عليكم الفيديو، نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاجو جوج ديال الكيسان ديال الفورس اولا الدقيق الابيض، ماشي كاس صغير، فهذا كاس كبير ديال 250 ملي، يعني ديال العصير ولا المونادا. وغادي نحتاجو جوج المعالق ديال الزيت النباتيه، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه كبيره ديال سنيده او سكر حبيبات، بيضه كامله، وساشي ديال الفاني 7.5 غرام، وقبيصه ديال الملحه اولا شويه ديال الملحه. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. ندوزو دابا لطريقه التحضير. اذا بالنسبه للطريقه، فغادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نديرو فيه السكر، وغنديرو فيه الخميره، شويه ديال الماء غير باش يتخلط لينا المعدافي بطبيعه الحال. غادي نخلطهم مزيان، غادي نخليو هاد الخميره والسكر حتى يتفاعلوا، عاد نكملوا باقي التحضيرات. صافي، هنا من بعد ما تفاعلت لينا الخميره مع داك السكر، غادي نضيفوا باقي المكونات. فغادي نضيفوا السكر فاني، نضيفوا الزيت، البيضة، غنضيفو شوية ديال الملحة، صافي غادي نخلطوهم مزيان. صافي غادي نضيفو الدقيق دابا، غادي نضيفو دوك جوج كيسان ديال الدقيق، وغادي نبداو نضيفو. عندنا هنا واحد الكاس ديال الما دافي، غنبداو نديرو بشوية بشوية ونحركو. ثم غنحتاجو لا ندلكوه لا حتى شي حاجه، غير القوام ديال الجينه خصو يكون مرخوف. هنا غادي نزيد مازال شويه، صافي. هنايا انا حيدت المعلقه باش نوريكم القوام ديالها كيفاش كيجي، راه ما دلكتها ما حتى شي حاجه، فغير بغيت نوريكم بانها راه كتلصق في اليد، ولكن راه كتجي مزيانه ماشي مشكل. هكا خصو يكون القوام ديالها بحال هكا، تكون تتلصق في اليد. هانتوما راه كندلكها غير بالمعلقه، انا فقط درت ليها يديا باش نوريكم القوام ديال العجينه كيفاش داير. هانتوما دابا غادي نحطها هنايا، وغادي نصلي يديا، وغادي نغلفها بالفيلم اليمونتير، وغادي نخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. ضروري الجهاز تخمر مزيان باش يجي البيني ديالنا ناجح. نرجعو من بعد ما تخمر. صافي، هنا هادي العجينه من بعد ما خمرات وتضاعف الحجم ديالها، يعني هذا هو سر النجاح ديال هاد البيني، هذا وان العجينه خاصها تخمر بزاف بحال هكذا. دابا غادي نحاول نخرج منها داك الهواء، فغندير شويه ديال الدقيق في يديا، لان العجينه رطبه. صافي، هنا دابا غادي نحاول نقسم هاد العجينه على جوج، فبدلت هذاك ما كيخرجش ليا الدقيق بزاف، غادي نقسم العجينه على جوج. فنحط هادي هنايا، وغادي نبدا نرش الدقيق باش نقرص هاد الطرف الاول اولا الجزء الاولاني. غادي نستعمل الدلاك،
ما نخليوهاش غليظه بزاف وماشي رقيقه عاوتاني. بعد ما قرصتها كناخذوا شي قطعه وكنقطعوها كيف ما بغينا الشكل ديالها والقياس ديالها. فانا ما عنديش قطعه بهذا القياس، بغيتها قد هكا، غادي نستعمل غير هذه الغطايه ديال القرعه. صافي غادي نطبع بها هكا. هادو بغيتهم صغار حيت بغيت نعمرهم، الا بغيتو تخلوهم غير خاويين فليكم الاختيار، تقدروا ديروهم كبار وتقبوهم من الوسط اولا ديروهم كبار من هكا. صافي هنا خديت واحد الزيف اللي نوري لكم، خديت هنا واحد الزيف فرشت فيه واحد البلاطو فرشت فيه الزيف ورشيته بالدقيق، وغادي نحط فيه هاد ليبيني ديالي، غنحيد هذوك الزوائد غنخليهم يرتاحوا شويه وغنعاود حتى هما نسرحهم. صافي غادي نحطهم هنايا يرتاحوا بين ما كملت نزوم هادي. صافي بالنسبه للكره الثانيه فانا غادي نقطعها كبيره شويه، غنقطعها بهذا الكاس الكبير. كما قلت الحجم اللي يعجبكم اللي نتوما بغيتوه وتا الشكل اللي بغيتو، تقدروا ديروهم ماشي دائريين كاع. حتى نحيد هاد السوائل اللي غادي نعاود نسرحهم من بعد كما قلت. كنحطهم حتى هما، كنخليهم لي يخمروا ولا حتى شي حاجه حيت هما اصلا خامرين، فكنخليهم غير بين ما كملت كل شيء. صافي كنبدا نطيب فيهم. صافي هما من بعد ما كملتهم فغادي نخليهم غير واحد 5 ديال الدقائق ولا 10 بما سخن ليا الزيت وداكشي، وغادي ندوز باش نطيبهم. فهنا كنديروا الزيت تكون كثيره شويه، تكون شي حاجه غارقه ونشعلوا عليها العافيه، نجهدوها حتى تسخن ومن بعد غادي نقصوها على الاخر عاد نبداو نطيبوا باش ما يتحمرش لينا ويبقى خطر من الداخل. وغادي نبداو نحطوا لي بيني ديالنا. ونقلبوهم في البلاصه كنرميوهم، نقلبوهم باش يجيونا النفخ ديالهم مزيان يعني. باش ما تجيناش بلاصه منفوخه وبلاصه لا. هذا حتى هو سر من اسرار ديال الطياب ديالهم، خصوصا الا كانوا كبار فكيتنفخوا من واحد الجهه، واحد الجهه ما تتنفخوش منها الا ما قلبناهمش بسرعه. صافي من بعد ما كيتحمروا من الجهه الاولى كياخذوا واحد اللون اللي ذهبي، كنعاودوا نقلبوهم باش يتحمروا من الجهه الاخرى بحال هكا. هادي مازال بهذه الطريقه هادي، وراه تيجيو رائعين وساهلين ما فيهم لا عذاب لا حتى شي حاجه. فكما قلت لكم الا بغيت نعمرهم كنديرهم هكا صغار، الا ما كنتش غنعمرهم فكنديرهم كبار. بعض المرات كنديرهم دائريين كبار ومن الوسط كنعاود نثقبهم باش كيجيو بحال البينيه ديال الزنقه. كيطيبوا فكناخذوا واحد الطبسيل اللي كنديروا فيه ورق النشاف او ورق المطبخ باش يشرب لينا داك الزيت الزائد. صافي وكنحطوه فيه. غنطيب هذوك الكبار حتى هما. كما قلت ضروري ما نخليهمش يتنفخوا، فغير نديروهم ونقلبوهم. صافي وغادي نخليهم حتى هما يطيبوا بنفس الطريقه. ها هو الشكل ديالهم كيفاش كيجي.
وصافي الناس ها هو البيني ديالي من بعد ما وجدت. فهذا درت ليه غير السنيده هذاك الكبير، وهذا الصغير عمرته بلا كريم باتيسيير، ما بقاش ليا الوقت باش نحضرها معاكم، فانا مره اخرى ان شاء الله كما كتشوفوا من الداخل. ها هي غادي نوريكم هذه اللي فيها السنيده، فانتوما شفتوا كيفاش كتجي من الداخل خاويه، يجي غزال البنات غير جربوه. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنساونيش من لايكات ديالكم من التعليق ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.